متطابقة من قبل المواطنين والمنظمات المدافعة عن مصلحة المواطن، حيث عبرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عن تذمرها وخوفها من استغلال هذا الحراك الشعبي ضد المواطن المستهلك البسيط. لمعرفة المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك دكتور مصطفى الزبدي. مصطفى، مرحبا بك أولا، وما هو موقفكم من هذا الإضراب العام الذي أشل مختلف القطاعات في الجزائر وفي ولاية الوطن؟ أهلا بك سيدي. نحن نتابع يعني هذا الوضع عن قرب، وكانت هنالك بوادر لأزمة في التموين منذ أيام من خلال ما وصلنا من تقارير مكاتبنا وكذلك من طرف بعض التجار، وقد نبهنا يعني المستهلك الجزائري أنه تغير السلوك الاستهلاكي ممكن أن تكون له عواقب جد وخيمة من ناحية وفرة المنتوج أو من ناحية كذلك أسعار هذه المنتوجات. حاليا يعني هنالك بعض المناطق التي يعني شهدها هذا الإضراب، والإضراب يعني حق مشروع لكل شخص، ولكن هنالك خدمة على الأقل لابد أن يشبع من خلالها المستهلك حاجيته. يعني من غير المعقول أنه نحن مثلا في الأعياد والمواسم هنالك يعني مداومة بالنسبة للخبز، المواد الغذائية بالنسبة للصيدلية إلى غير ذلك، والآن بين عشية وضحاها يعني ينهض المستهلك الجزائري ولا يجد ما يقتنيه. هذا أمر مرفوض رفضا جادا ولا يمكن يعني تزكيته أو مباركته. الحق المستهلك في هذه في إشباع هذه الحاجيات يعني أمر لا بد منه، ونتأسف يعني لما يحدث، حتى أنه إذا أهدرناها من الجانب المنطقي يعني من جانب الاستهلاكي. حتى إذا هضرناها من الجانب المنطقي من الجانب الاستهلاكي يعني ومن الجانب المواطناتي، هنالك حقوق لهذا المواطن، وهذه الحقوق الآن تداس وللأسف الشديد من خلال تجويع بعض المواطنين، وهذا التجويع هذا لا أعتقد أنه يخدم المصالح المواطن الجزائري بصفة عامة. تحدث عن ضمان الحد الأدنى وتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ربما في يومياته، يعني ماذا فعلت المنظمة للحد من مثل هذه السلوكات وتوفير على الأقل ما يحتاجه المواطن الجزائري من ضروريات من حليب وخبز وزيت وسكر، كل هذه المواد التي يستهلكها يوميا دكتور مصطفى؟ نعم، نحن عملنا حاليا لا يمكن إلا أن يكون عمل تحسيسي. نحن لا يمكننا أن نذهب إلى المحلات وأن نفرض عليها فتح هذه المحلات. نحن حذرنا من هذا الأمر، وحتى أننا أشدنا بموقف أحد إحدى تنظيمات الممثلة للتجار والحرفيين، حتى أننا نشرنا على مواقع التواصل الخاصة بالمنظمة أنه التجار سوف يعملون وسوف يفتحون يعني محلاتهم بصفة عادية لأجل طمأنة المستهلك الجزائري بعد ما لاحظناه يعني من لهفة في اقتناء هذه المنتوجات. إذا الدور تاعنا هو دور تحسيسي حاليا، تحسيس التاجر وتحسيس المستهلك، وكذلك دعوة إلى التعاقل. من غير ذلك لا يمكننا فعل أي شيء، ولكن نحمل أيضا النقابات الممثلة أو تنظيمات الممثلة للتجار عدم التحكم في هذا الحراك القائم حاليا، وأصبحت الأمور يعني شبه فالتة. وأنا أعتقد يعني من خلال اتصالاتي أن أغلبية الذين قاموا بالإضراب كرها يعني وتخوفا من عواقب أخرى، لأنه الآن ما سيحدث طيب يعني في اذا ما استمر الامر على حال. نعم دكتور زبدي، اذا كنت يعني الان انت حملت المسؤوليه للتنظيمات، ومن جانب اخر تقول بان التجار مكرهين يعني خوفا، يعني من اكرههم؟ من اجبرهم؟ يعني هل تعتقد ان التنظيمات هي التي اجبرتهم، ام ان هذه الدعوات لا ما هيش تنظيمات هذه هي الدعوات. الان لما الانسان
تاجر في موقف ضعيف وما عندوش يعني قناعات، يقول لك أنا بين أني أفتح محلي وبين أني أغلق محلي نغلق المحل تاعي وراني تهني، بينما إذا ما فتح يعني محله ربما هنالك من يترصد به. وسمعنا وللأسف الشديد سمعنا هذه الصبيحة أنه هنالك يعني من قام بدوريات على المتاجر لأجل يعني طلب من التجار بغلق محلاتهم. الآن التاجر يتخوف، يعني يتخوف يقول لك غدوة من الغدوات ممكن أنه يتحلف فيها، ممكن أنه يصيبني بأذى، وممكن وممكن. أعتقد أنه غالبية الذين يعني قاموا بإغلاق المحلات المتعلقة بالأمور الضرورية للمواطن هما غلقوها كرها وخوفا يعني من أي طلب منهم يعني إغلاق هذه المحلات. دكتور مصطفى، يعني استمعنا قبل تدخلك عبر الهاتف إلى آراء ومواقف المواطنين عبر الشوارع، شوارع مدن الجزائر، يعبرون عن تذمرهم وسخطهم من مثل هذه التصرفات. يعني إذا كان المواطن يرفض وأنت المنظمات ترفض والتجار مكرهين، يعني ألا تعتقد أن فتح المحلات وتوفير هذه المستلزمات والمواد الغذائية للمواطنين أصبح أهم من أن يستجاب لهذه الدعوات التي تضر بالمواطن وحتى بمطالب المواطن التي يرفعها في كل حراك؟ شوف يا أخي، الآن هنالك مطالب يعني رفعها المواطن، وهذه المطالب زكاها الجميع، سياسيين، مثقفين، موالاة ومعارضة. يعني وكان هذا الحراك يعني مثلا يعني حتى أصبح من ينادي بدراسته على المستوى العالمي. يعني شفنا أمور وسلوكات من شعب يعني ناضج وشعب واعي. الآن من خلال هذه السلوكات التي لن تضر إلا بالمواطن البسيط، نقولها بصريح العبارة، لما نحن نغلق المخبزة شكون راح يتقاس من غلق هذه المخبزة؟ لما نغلق محل يعني يبيع الحليب للعائلات المعروفة شكون راح ينضر؟ زد على ذلك، زد على هل ترى الوجوه البارزة، الوجوه السياسية ما نقولش المتحزبة، البارزة في هذا الحراك والتي تتحدث يعني في هذا الحراك، يا هل ترى تبنوا هذا الموقف بين قوسين ما يسمى بالعصيان المدني مع غلق المحلات لأجل وقوف احتياجات المستهلك الجزائري؟ لم أسمع لحد الآن يعني من زكى وتبنى ونصر هذا الأمر. حتى في يعني قلت لك حتى في الأعياد يعني ومناسبات وغير ذلك هنالك خدمة أدنى، لا يمكن أن نغلق يعني سندلية أو أن نغلق مخبزة، هذه من الأمور الغير معقولة. زد على ذلك التبعات شكون راح يتحملها؟ راح يتحملها أنت وأنا أخي أمي، شكون راح يتحملها؟ الآن ممكن لا قدر الله حتى يعني يصبح المواطن يعني خصم المواطن في مثل هذه العراكات وفي مثل هذه المواقف التي لا تخدم المستهلكين ولا تخدم المواطنين. احنا نقول بأن ما وقع اليوم يعني أمر غير سوي إطلاقا، ولا يخدم المستهلك ولا يخدم المواطن الجزائري في حراكه السلمي، الحراك الناضج، الحراك الحكيم. يعني لا بد من أن كل واحد يتحمل مسؤوليته في هذه المواقف، ولا بد أيضا من العامل التحسيسي العامل. أنا أقول لك حاجة، التجار حاليا يعني تجاوزوا هذه التنظيمات التي تمثلهم بصريح العبارة، والآن لابد أن يكون الخطاب للعقل، خطاب الوعي، خطاب المواطنة هو السائد. دكتور مصطفى زبدي، ماذا لو استمر هذا الإضراب يعني 5 أيام كما تمت الإشارة إليه في صفحات التواصل الاجتماعي، وكيف سينعكس ربما على الوفرة والأسعار، يعني خاصة وأن عندما يكون هناك ربما زيادة في الطلب وقلة في العرض ترتفع الأسعار؟ شوف يا أخي الكريم، لازم تكون الأمور واضحة. الحراك الشعبي هو حراك متبنيه الجميع ومباركة حتى السلطة اللي وقف ضدها الحراك، هذا أمر يعني معروف. الآن لابد أن نعلم من هم وراء المطالبة بغلق المحلات التجارية، فليواجهونا ولنتحدث معهم بطاولة مستدامة
أمام الجمهور وأمام الشعب بأكمله لنرى إذا كان هذه المقاطعة والتي يدعون إليها تضر السلطة أم أنها تضر المواطن البسيط. في هذه الحالة يمكن أن تتبين مثل هذه الأمور. صحيح أن الحماسة ممكن تبعث من الناس نعم نغلق المحلات خمس أيام، يا جماعة هنالك من اقتل المنتوج وخزنه وهنالك من ليس لديه قوت يومه، يروح يكتب خدام حزان ما عندوش باش يكفي غرض يومه. زيد على ذلك هنالك أساسيات من المواد الغذائية لا يمكن الاقتناء عليها، وحتى في مفاهيم، يعني نروح بعيد، حتى في مفاهيم العصيان المدني، في مفاهيم العصيان المدني ما كانش عندك تغلق لي على حالو تبيع الخبز حالو تبيع الحليب. شكون يا هل ترى من كان في الحراك وهو يسير بابنه وعائلته وزوجته واخته بطريقه سلميه بطريقه حضاريه، لما الان يخرج باش يقتني منتوجات وما يلقاش، يا هل ترى سوف يسعد بما قام به؟ انا اعتقد ونقولها لك صراحه ولو انني لا اريد التحدث في السياسه، اعتقد انه هذه الخطوه سوف تفسد كل ما قام الشعب بنائه من خلال هذه الحركات السلمية. لأنه هكذا سوف نفسد بيننا، سوف يعني في خصومات، الشعب يدخل في خصومة مع الشعب، وهذا ما لا نرضاه. وأيضا الحقوق تاع المواطن وحقوق تاع المستهلك يتم الآن الدوس عليها بمثل هذه السلوكات. نعم دكتور مصطفى زبدي رئيس منظمة الجزائرية لحماية ورشد المستهلك، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف للموافاة إلى بموقف المنظمة تجاه الإضراب العام الذي كما قلت عرف استجابة معتبرة في عدد من إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.